الاتحاد الأوروبي استبق هذه الزيارة بتصريحات تتحدث على أنه يبحث عن موقف واضح من الصين تجاه الحرب الروسية الأوكرانية، ويفهم من ذلك التصريح بأن موقف الصين غير واضح وغير دقيق بالنسبة للاتحاد الأوروبي. إلى أي مدى يمكن أن ينجح هذا الوفد في الحصول على الموقف الذي يبحث عنه؟ نعم، أول شيء شكرا جزيلا لاستضافتكم، وأهلا وسهلا للمشاهدين الكرام. في الحقيقة منذ بداية أو اندلاع الأزمة الأوكرانية كانت المواقف السياسية الصينية واضحة جدا تجاه هذه الأزمة، ولكن يعني بسبب المصالح المختلفة، وأيضا يعني كانت الاتحاد الأوروبي يقف مع جانب الأمريكي، فهناك سوء تفاهم بين الصين والدول الأوروبية في هذه الموضوع وفي هذا الموضوع. لكن يعني أعتقد مع زيارة الوفد الأوروبي متكون من الرئيسة أو مسؤولة للاتحاد الأوروبي، وأيضا رئيس الفرنسي ماكرون، إيمانويل ماكرون، هناك إشارة واضحة أو تبادل إشارات واضحة بين الجانب الصيني والجانب الأوروبي. أول شيء يعني من اللازم تعزيز التفاهم بين الجانبين، وخاصة بعد عملية بريكسيت والخروج البريطانية من الاتحاد الأوروبي. نعرف بأن هناك خلافات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حتى منذ بداية الأزمة الأوكرانية، وخاصة كانت الاتحاد الأوروبي تتعرض بخسائر أكبر من بريطانيا وأيضا من الولايات المتحدة، أو من الممكن نقول الولايات المتحدة كانت تستفيد من الأزمة الأوكرانية بسبب بيع الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي. وإضافة إلى ذلك، يعني عندما تتكلم عن زيارة هذا الوفد الأوروبي نعم. إلى الصين، ففي الحقيقة كان من رأيي الشخصي هذه أيضا إشارة واضحة من قبل الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة بأن الاتحاد الأوروبي يهتم بالعلاقات مع الصين، وفي الحقيقة لا يريد يعني التعبير عن الموقف المستمر ليقف مع الجانب الأمريكي منذ بداية الأزمة الأوكرانية، ولكن في حاجة إلى دور البناءة من الجانب الصيني لحل الأزمة الأوكرانية. ولكن يعني أريد أشير إلى نقطة مهمة جدا، بأنه خلال زيارة فخامة الرئيس الصيني إلى روسيا كان المواقف السياسية الصينية واضحة جدا، ولكن الآن يعني كيف ننهي الأزمة الأوكرانية؟ الكرة في يد فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولكن في نفس الوقت الكرة أيضا في أيدي الأمريكان. في الحقيقة الأمريكان الذين يقول أو سياسيين الأمريكان الذين كان يقول بأنهم لا يريد إنهاء الأزمة الأوكرانية في أقرب وقت ممكن، لأن هذه إنهاء هذه الأزمة لا يصب في مصلحة الولايات المتحدة. هذا أمر مهم جدا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، لأن الخسارة خسارة أوروبية، ولكن الفوائد فوائد الولايات المتحدة.